أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من حصتكم اليومية قهوة جورنال، واللي راح نطرقهم من خلالها إلى أهم ما جاءت به الصحافة الوطنية لنهار اليوم، بالإضافة إلى فقرات البرنامج وضيف الحصة كالعادة. خلونا نبدأ بجريدة النهار واللي فتحت صفحتها اليوم بالسكن، وقال توزيع 22 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل شهر جوان المقبل. ونأكد وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أنه سيتم توزيع 7000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار عدل قبل نهاية الأسبوع الجاري، فيما سيتم توزيع 8000 وحدة سكنية أخرى شهر ماي المقبل و22000 وحدة على المستوى الوطني نهاية جوان المقبل. نتمنوا لكل الجزائريين أن يتهنأوا من أزمة اسمها السكن. تربويا بجريدة النهار تقول لا توظيف من القوائم الاحتياطية بعد 27 أبريل الجاري. ويكشفت وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط أنه سيتم غلق الأرضية الوطنية للتوظيف وإنهاء العمل بها بصفة نهائية بداية من 27 أبريل المقبل، وذلك تمهيدا لفتح مسابقة التوظيف الجديدة الخاصة بسنة 2017 والتي ستجرى يوم 29 جوان القادم. رخصة السياقة الحالية لن تغير باعتماد نظام التنقيط، وقررت وزارة النقل إبقاء على النسخة الحالية من رخصة السياقة للسائقين الذين يمتلكونها في الوقت الحالي، أين سيكون بإمكان المصالح المعنية إجراء المراقبة الروتينية أو رفع المخالفات والغرامات الجزافية وسحب النقاط بالاعتماد على الرقم التسلسلي للرخصة. إلى عنوان آخر بجريدة النهار تقول مراكز أوروبية وأمريكية ليست لها مصداقية تصدر شهادات حلال. ويكشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه مصطفى زبدي أن هناك العديد من المراكز الثقافية في أوروبا وأمريكا الجنوبية لا تملك قاعدة فقهية وتصدر شهادات حلال يتم استعمالها في الجزائر. إلى الشروق اليوم تقول العمل حتى منتصف الليل وإلغاء الكوطة بوكالات مراقبة السيارات. وإن تدخل وزير النقل بجمعة طلعي أمس لإنهاء مشكل الاختناق الذي تشهده وكالات المراقبة التقنية منذ شهر، كاشفا عن إجراءات جديدة لإنهاء الأزمة والتخفيف على السائقين للحصول على شهادات تبين سلامة مركباتهم من العيوب. البلاد تقول سر التفوق، انتزعت الشرطة الجزائرية المرتبة الخامسة عالميا من حيث الفعالية والتجهيزات، وفق ما صرح به رونالد كونات الأمين العام السابق للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول، وحاز جهاز الشرطة على هذه المرتبة بالنظر إلى الدور الذي بات يلعبه الجهاز على الصعيد الإفريقي والدولي. حد موفق وبكل توفيق لجهاز الأمن الجزائري. الخبر تقول البرلمان يتحول إلى مركز راحة للمتقاعدين. وإن تكرس قوائم الأحزاب السياسية في تشريعيات ماي المقبل مبدأ التشبيب بالمقلوب بأن سلمت المشعل لكهول وشيوخ ممن أحيلوا على التقاعد بعدما اشتغلوا في قطاعات حكومية عديدة، وتبعا لهذا المعطى فإن المجلس الشعبي الوطني القادم سيكون مركز راحة لهؤلاء. وقت الجزائر تقول أسعار اللحوم الحمراء لن تتجاوز 1000 دينار في رمضان. وإن أكدت الشركة العمومية لإنتاج وتسويق اللحوم الحمراء لاتراكون أن أسعار اللحوم الحمراء في شهر رمضان المقبل لن تتجاوز عتبة 1000 دينار للكيلوغرام الواحد بالأسواق، وذلك بسبب وفرة المواشي في السوق الوطنية، وهذا ما نتمناه إن شاء الله. الحوار تقول بدوي لا تصيغوا لدعاة الفتنة. ونحذر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي المواطنين من بعض الأطراف التي تريد ضرب استقرار الجزائر بتصريحاتها التي تطلقها في كل مرة بتشكيك في تجسيد البرنامج التنموي الذي أقراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. لوسوار دالجيري تقول تراجع رهيب في معدلات تلاميذ الباك في الفصل الثاني، وانخفضت نسبة المترشحين لامتحانات البكالوريا الحاليين على المعدل 10 من 20 فما فوق خلال الفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية، محققين أسوأ نتيجة منذ سنة 2014
أين فشل قرابة 60% من التلاميذ من الحصول على المعدل. الإكسبريسيون تقول الجزائر تقتني 600 وثيقة تاريخية في مزاد علني بفرنسا. وين اقتنت الجزائر 600 وثيقة تاريخية تعود للحقبة العثمانية، كانت معروضة في المزاد العلني بدار مارمايات مالافوس بمدينة تولوز الفرنسية. وتعود هذه الوثائق إلى فترة التواجد العثماني بالجزائر وإلى السنوات الأولى من الاحتلال